وده جزء من مكاسب الرياضه بقى كابتن رمضان. يعني انا بقول ان الدور اللي بيقوم بيه النادي الاهلي لخدمه الرياضه المصريه اعتقد انه دور مهم جدا وكبير جدا، وساهم بشكل كبير من خلال يعني النهارده بنتكلم على يعني سيبك بقى حتى من فكره نادي القرن دي، لكن نتكلم على الاهلي بنجومه بتاريخه ببطولاته. انت بتتكلم على زعيم القاره الافريقيه وعلى شعبيه طاغيه وجارفه. النهارده كل نادي بيقابل النادي الاهلي بيعمل ليه 1000 مليون حساب. يعني يمكن من الحاجات الجميله في مباراه امبارح الحقيقه يا احمد، ان بعد المباراه لعيبه ونجوم وفاق ستيف الحقيقه يعني كانوا مهتمين جدا ان هم ياخدوا التيشيرتات، تيشيرت النادي الاهلي من كل اللعيبه الحقيقه، وعلاقه جميله جدا، في روح رياضيه عاليه جدا رغم النتيجه عاليه، لا بيسلموا كلهم ورايحين ياخدوا التيشيرتات، وحاجه يعني فعلا النادي الاهلي مفخره، يعني حاجه جميله من يعني انت بتتكلم مثلا الحقيقه من اقوى المؤسسات اللي موجوده في مصر بتدار ازاي ورياضيا، وحاجه يعني محترمه جدا. صحيح جدا صحيح. اي بلد بتروح بتلاقي احترام لتاريخك. صحيح. هرجع مش بس للماتش اللي جاي، هرجع للفتره اللي جايه، لانه الناس همها مش بس انها يعني ان شاء الله باذن الله قادرين نكسب، انا شايف ان احنا قادرين نحقق مكسب في الجزائر السبت اللي جاي، ومن بعد نروح لماتش افريقيا سواء بتلعب في نهايه الشهر ده او في يونيو اللي جاي. لكن المهم انا بتهيألي واحد من اهم مكاسب المباراه دي انك انت رجعت مره تانية تلعب كورتك، رجعت نجومك مره تانية فاقوا، اللي كان بعيد عن التسجيل وبقاله فتره ما بيسجلش سجل، طاهر سجل، بيرسيتاو سجل، شريف سجل، وبيرسيتاو صنع كمان، يعني الفرقه كلها كانت في حاله فوقان زي ما بيقولوا كابتن رمضان. طبعا ازاي طبعا احافظ على ده في كل اللي جاي، وخصوصا ان انا النهارده تقريبا يعني ما لعبتش نص ماتشات الموسم بتاعي مثلا في البطوله المحليه، فبالتالي بالزبط. انا عايز احافظ على الريتم، على الايقاع، على النسق العام للفريق في اللي جاي كله. يعني اعتقد مباراه امبارح الحقيقه هتدي دوافع وهتدي نواحي نفسيه للعيبه والنجوم الحقيقه بشكل كبير جدا، يعني احنا كنا وصلنا فتره كان فيها قلق، وحتى ادائنا في الملعب كان فيه قلق. لا احنا الحمد لله ادائنا والنتيجه امبارح يعني هتدي دوافع الحقيقه ونواحي نفسيه عاليه جدا جدا لنجومنا. ايوه. ان احنا نحافظ على الحاله اللي احنا كنا فيها امبارح، زي ما قلت لك ان احنا يعني فرصه الحمد لله جت لنا امبارح ان احنا نرجع لمستوانا ونرجع لادائنا، نحافظ بقى عليه في تدريباتنا، نحافظ عليه في استعداداتنا لمباراتنا المحليه اللي هتتلعب، لازم نأدي بنفس الاداء دوت، لان برضك نفس الحكايه يعني انت لسه بنتكلم مع بعض دلوقتي يا احمد ان احنا مش يا ربنا يكرمنا وناخد البطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله، لكن في نفس الوقت احنا عاوزين مسابقه الدوري. يعني دي جزئيه ثانيه حابب اكلمك فيها. فيها شويه برضو فلسفه وتفكير. اتهيألي اي مدرب في الدنيا في اي نادي في الدنيا لو قريب من تحقيق او بالفعل حقق لقب بطوله زي بطوله دوري الابطال ممكن تخرج من حساباته البطولات المحليه. يعني وفي انديه ممكن لو حققت لقب ببطوله زي بطوله دوري الابطال مش عايزه القاب، يعني في انديه لو حقق بطوله زي دوري الابطال ممكن يقعد 3 سنين يقول لك انا حصلت على دوري الابطال. لا احنا مختلفين، النادي الاهلي مختلف لازم يعني، وده احنا مش بنتكلم ان احنا يعني فوق حد ولا الكلام ده خالص، لا احنا طول عمر النادي الاهلي زي ما قلت لك بتاخد دوري تقول انا عاوز كاس، بتاخد الكاس تقول انا عاوز دوري الابطال، تاخد دوري الابطال تقول انا عاوز السوبر الافريقي، بتاخد السوبر الافريقي تقول السوبر المحلي، ومحدش بيستحملك. يعني تخيل انت بتبقى واخد دوري مثلا ابطال وتخسر مباراه في الدوري المحلي. ايوه الدنيا بتتقلب، يعني الجمهور ما بيتحملش.